صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة توفيت قبل سنتين، وقبل وفاتها أخبرت أبناءها أنها كانت تفطر بدون علم أهلها عند بداية بلوغها في رمضان، علما بأنها من سكان البادية وتجهل كثيرا من الأحكام الشرعية، فهل يجب على أبنائها شيء؟ أبناؤها لا يجب عليهم شيء، هذا عمل يجب عليها هي، لكن إن أرادوا أن يبرئوا ذمتها فيصوموا عنها قضاء فهذا من البر بها وإبراء ذمتها، يصومون عنها قضاء ويطعمون عن كل يوم مسكينا عن التأخير، يكون هذا من البر بها والإحسان إليها. نعم.